ما انت فين؟ ليلى تعبانة قوي. حاولي تنفسي يا حبيبتي، حاولي من مناخيرك، حاولي خدي هوا من مناخيرك. أمل أمل. نعم يا دكتور. هاتي الأدفر بسرعة. الأدفر في المخزن فوق. وإيه المشكلة؟ المخزن في أوضة من أوضة الحجر الصحي. ومين اللي عمل كده؟ يا دكتور إحنا كنا بننقذ الموقف بشكل سريع والحقيقة مركزناش. الحقيقة يا سيدي أعمل حاجة والنبي. يا حبيبتي. ازيك يا ياسين؟ كويس الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا زي الفل. ما جيتش ليه؟ نسيت للاسف. تحب تاكل او تشرب ايه؟ في كل حاجه هنا، ده في برجر هنا. انا لا جاي اكل ولا جاي اشرب، انا جاي عشان اسمعك. حاول تقول لي كل اللي جواك. لا خليني اساعدك. بص يا دكتور، أنا عارف كويس أوي أنت جاي تعمل إيه، مش عايزك تضيع وقتك لأني مش هتكلم في أي حاجة. كلامنا مع بعض هيغير حاجة؟ شوية اهتمام وطبطبة هيخلونا ننسى مثلاً؟ أكيد مش هتفهمني، طبنك في حضنك. ربنا يبارك لك فيها. طيب يا سيدي أنا مش هقدر أضغط عليك، بس لحد ما تحب تتكلم عايزك تخرج كل ده من جواك. مفيش فايدة. صورته، ريحته، ضحكته وأنا بلعبه، عينيه اللي بتلمع لما كان بيشوفني. بشوف في كل مكان. عارف ليه؟ لأنه هنا وهيفضل هنا طول الوقت. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.